أنا جيت اليوم نعود لكم قصتي. سميتي مريم وعندي 20 سنة. تزاديت في عائلة لباس لها الحمد لله. واحد النهار خرجت أنا وصاحبتي نتسارو شوية، دخلنا لواحد البوتيك لقينا غير كنشريو في الحويج. شوية هو يدخل واحد الدري جا وقف حدانا، مرة كنشوف فيه كنلقاه كيشوف فيا. فاش خرجنا بان ليا تابعنا، أنا تخلعت وقلت لصاحبتي، قالت لي وهي كتضحك هذا باين عجبتيه. مديتهاش في هضرتها وقلت ليها بركه من التفليه، وهي تقول لي وما تخافيش ويلا راه باقي ما شرينا داكشي اللي خاصنا. واخا كنا شارين بزاف ديال الحوايج، لكن البنات عمرهم يشبعوا من الشريان. بقينا غادين هو تابعنا، فين ما مشينا كنلقاوه. انا زادت الخلعه ديالي لدرجه رجليا فشلوا عليا. قلت لصاحبتي صافي يلا نرجعوا للطوموبيل. شافتني مخلوعه وليت صفراء وهي تقول لي يلا واخا ما سخيتش. ركبنا في الطوموبيل وصلت لدارها ورجعت لدارنا. ديك الليله ما بغاش يجيني الناس، بقيت كنفكر شكون هذا وشكون بغى وليش بقى تابعنا. الغد ليه فقت لبست حوايجي ومشيت للافاك، مشيت بلا فطور حيت كنت معطله بزاف. وصلت نزلت من الطوموبيل وتصدمت فاش لقيته قدام لافاك بحالة كيتسناني. مشيت بالزربه لكن هو اسرع مني، شدني من يديا وقال لي السلام. ما جاوبتوش، قال لي السلام راه غير الله، مالك دافع علينا كبير. خنزرت فيه لكن فاش شفت عينيه اللي كانوا خضرين ابتسمت ليه وقلت ليه وعليكم السلام بحال السحر ليا. اولا ما عرفت شنو، لكن عينيه ذوبوني وبقى عاقله عليهم مزيان لحد الان. بقينا كنهضروا وتعرفنا، لقيت راسي متعلقه بيه بزاف، كنت ديما كندبو في الفيسبوك والميساجات ولينا كنتلاقاو بزاف. كنت كنعاود لصاحبتي كلشي على مورال، وليت كنبغيه وكنحماق عليه. دازت يومين ما تلاقيناش، ملي فقت النهار التالي لقيتو مصيفط ليا ميساج قال لي فيه اليوم غنجي انا وماما باش نخطبوك، كنبغيك بزاف. فاش قريت هاد الميساج بغيت نموت بالفرحه، ما تيقتش راسي. المهم قلتها لماما، فرحت حتى هي بزاف وجدت راسي وتقاديت مزيان، صيبت شعري، درت ماكياج خفيف كيف كيبغي، لبست قفطان كنت شريته على ذوقه. دازت الخطبه وبقيت فرحانه بزاف، واخا نعيا نعاود ليكم ما نوصفش ليكم فرحتي. المهم اتفقنا باش نديروا العرس، ويكون العرس بعد شهر. دوزنا داك الشهر كله وحنا كنوجدوا العرس، وبابا قال لي غندير لبنتي احسن عرس بحكم انني كنت بنته الوحيده. بابا دار كل جهده باش نكون فرحانه. نهار عرسي داز العرس زوين خيالي، حسيت براسي بحال شي اميره ومراد امير الاحلام ديالي. لكن هاد الفرحه ما طالتش بزاف. من بعد شهرين من العرس مراد تبدل عليا، ما بقيتش عارفه ولا شخص اخر، ما بقاش كيهتم بيا. بديت كنقول مع راسي فين هو مراد اللي كنت كنعرف، فين هو مراد اللي كنبغي. وما كنتش كنلقى الجواب لراسي، ما يمكنش يجي هكا ويهمني. قليل فاش كنشوفو كيمشي للخدمه قبل ما نفيق، وفاش كيجي كيلقاني ناسا. قررت نمشي للشركه ديال بابا حيت مراد ولا خدام مع بابا وفي البوست ديالو مهم. مشيت دخلت عنده كان كيدوي في التليفون، ومنين شافني قطع وقال لي اشنو كديري هنا. جاوبته كيفاش اش كندير هنا، انا مرتك وزيدون هذه شركه بابا. تعصب عليا وقال لي مراتي في الدار، اش جابك هنا، هنا بلاصه الخدمه. تصدمت من الطريقه اللي كيعاملني بها، وبديت كنشك في الحب ديالو واش حقيقي ولا لا. رجعت للدار كنبكي، اتصلت بصاحبتي وشكيت عليها وانا كنبكي، وهي بكل بروده قالت لي
مريم حبيبة ما مسالياش دابا، غير نسالي نتصل بيك. يلا دابا باي باي. صدمت من صاحبتي رفيقة عمري، تخليت عليا في أكثر وقت محتاجة ليها. بقيت الليل كله كنبكي. جا مراد لقاني طايحة مغيبة بقوة البكا. فقت لقيت راسي في السبيطار والطبيب حدا راسي، قال لي خاصك ترتاحي يا بنتي، راك ما بقيتيش راسك. بقيت كنشوف فيه ما فاهمة والو. قلت لي كيفاش؟ قال لي مبروك ابنتي راكي حاملة في شهرك الثاني. انا تصدمت ما عرفت نفرح ولا نغضب. جا عندي مراد وقال لي الحمد لله على سلامتك. بقيت كنشوف فيه، قلت لي واش قال لك الطبيب شي حاجة؟ قال لي في خباري كل شي، وما حدنا باقين في السبيطار، بغيتك تنزلي هذاك بنادم اللي في كرشك. بقوة الصدمة طاحوا لي الدموع بلا ما نحس. قلت في خاطري واش ما كيبغينيش حتى لهالدرجة؟ واش كيكرهني لدرجة ما باغيش ولد مني؟ قال لي ها انا مشيت دابا، عندي شي شغال، غدا ندوز عندك باش تنزلي بنادم. سلامة. ما جاوبتوش، هزيت حوايجي ومشيت عند صاحبتي. وكون غير ما مشيتش دقيت الباب هو يحل لي مراد. حسيت بالدنيا دارت بيا، عمرني توقعت يخونني ومعامل مع احس صاحبة عندي اللي كنت كنعتبرها بحال اختي اللي ما عنديش. من داك النهار انعدمت عندي الثقة في الناس، حيت اكتشفت راسي كنت عايشة في كذبة. هاد المدة كلها مع مراد كان مزوج بيا غير طامع في ممتلكات بابا، وكان اتفق مع صاحبتي باش يخدعوني. كانت كتقول ليه كل الصفات اللي كيعجبوني في الدراري، وهو كان يمثل عليا. كتقول ليه باللي اشنو كان بغي واشنو ما كان بغيش. كل هاد الاحداث اللي عودت ليكم دازت عليها مدة كبيرة سنين. احسن حاجة البحثة في هاد الدنيا هي ولدي هيتم، اللي كندير كل ما في جهدي باش يعيش حياة حسن مني. دابا بغيت غير نعرف علاش كيخول الانسان اقرب الاشخاص اليه،